ألوانها بتأني. سيبك من الأسود والبني، خليك في الألوان الفاتحة، تلقى حياتك تضحك ليك. تك تك اهدى في ناس عايشين عالفل والطعمية سنين، ناس تعبانة وطفحة الفوتة لكن بعشتهم راضيين. دنيا فلوس في فلوس في فلوس، قالوا إن المنحوس منحوس، يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فانوس. هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشرهان. أشكال على ألوان، مثلا أنا الناس بتشوفني في الدنيا بيحصل قلبان. وهي الدنيا ناس غير إيه؟ ميك اب، روش، فستان، سنين، فيلا كبيرة وعربيات، وعندك اللي بتحلم بيه. أنا بقى شبهي في خلق كتير وحياتهم كلها مشاوير، هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن. أصلها مش ناقصاكي كمان. يوم ورا يوم ولحد ما يكمل 30 يوم، وما بين عيشة قصر وبدروم، هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشريها. أنا محضر لكم مفاجأة، الفرقة اللي جاية تغني دلوقتي حالاً جاية مخصوص، والله العظيم والله العظيم كمان مرة أنا معطلهم عن التور بتاعهم في أمريكا. استغفر الله العظيم يا رب. كل ده عشان عيون شادي. Thank you.
نهار اسود. هاني ولا هاني انت فين؟ تعال هات يا سرجاله بالاختراح. اختراح ايه؟ الدنيا بيزغزغ والميه بتضرب في حتت. بتضرب في حتت فين؟ لا مش هحرق لك. اقلع وانزل. اقلع ايه؟ احمد فهمي جه. اللي جابه ده؟ اللي جابه احنا في السويت بتاعه. طب روح ليه؟ عليه سعد. قدم له حاجه اتكلم عليه. ابن ولد نايل على عينك. انا اتصرف. روح روح. همثل ايه؟ انا قتلت ناس كتير قوي في الشغلانه دي يا هاني. انت الدم بقى عندك رخيص يا سيف. والعمل هنعمل ايه في الجثه؟ لازم نخفيها طبعا. بقول لك ايه؟ روح هات لي الترولي. عايز الترولي؟ يا حلولي. بسرعه بسرعه يا سيف بسرعه. الحق خد لي غطس عقبال لما يجي. علي الزفت هاني. سيف رد عليكي؟ لا برضو موبايله مقفول. طب جربي تاني كده. ما بيردش برضو من البردة. مش هينفع نفضل واقفين كده. تاكسي يلا اركبي. عملت ايه؟ كله تمام ابو الدهب. ايه جاد عادة ضاحي؟ لا كمان وسوحت لك العيال ودخلتهم لك اوضه تانية. خلاص ما انا قلت لك جاد ضاحي. ايه يعني انزل لك شجر بجر ايضا؟ لا يعني ما اقصدش ابو الدهب ايه، بس الحكايه دي يعني عايزه لها حسابات تانية. اه طبعا انا عنايه ليك يا ضاحي. غريبه انت وافقت كده على طول ابو الدهب. ايه يا ابني انت حبيبي. بقول لك انت حبيبي. وبعدين يعني هو الكلام بفلوس؟ دور يلا اطلع. الان والله اطلع. حاضر حاضر ابو الدهب. ايه ما تنساش بقى وانت ماشي تناول العربيه بنزين وحاسبك بكره. ها حاسبني بكره والنبي ابو الدهب. ايه الله يخليك. ما عمري كلت عليك حاجه قد. لا ابدا. طيب اطلع. ابدا حاضر بكمله المصاريف. هما دول يا فندم اللي خطفوه، ولما رجعنا الشرايط لقيناهم واقفين في ريسبشن مع البنتين دول. هما دول نيلي وشيرهان اللي انا بدور عليهم، واكيد الولدين اللي معاهم دول هاني وسيف اللي صباح قالت لي عليهم. ومين دول يا فندم؟ دي عصابه كبيره تستهدف النجوم، بس نهايتهم هتبقى على ايدي ان شاء الله. انا محتاج اروح الاوضه عشان اشوفها بنفسي. تقدر تتفضل يا فندم. ايه الاخبار؟ تمام يا فندم شغالين. هو المجني عليه اختفى من امتى؟ ما نعرفش حضرتك. الهاوس كيمنج طلع بنص ساعه. لا الاوضه زي ما حضرتك شايفها كده بالظبط. ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي سايب تليفونه مفتوح واحنا بنشتغل يا اساتذه؟ مفيش يا فندم كل تليفوناتنا مقفوله. امال ايه اللي انا سامعه ده؟ Thank you.
الو؟ لا انا مش هاني. انا مين؟ انا لقيت التليفون ده في الشارع. ايوه انا اسمي سميده. لا احنا ما ناخدش حاجه حرام. قولوا لنا انتوا فين واحنا نجيبهم لكم لحد عندكم. ايوه امال قول العنوان. عارف. ايوه على اليمين. ايوه عارف. مع السلامه. ده يا جماعه مش قادر استحمل. ايه ده يا اسود؟ ايه اللي انتوا شايلينه ده؟ بقول لكم ايه؟ احنا قلبنا الاوضه على العدد ما لقيناهوش، قلنا نجيبه بنفسه يقول لنا بقى فين العدد. هو مين ده؟ احنا لسه سايبينه في الاوتيل. سايبينه في الاوتيل؟ يا نهار اسود، امال مين ده؟ يعني هو طلع بدورين ولا ايه؟ اي 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 حرام عليكم، حرام عليكم، سيبوا نعيش، عيش فينه، بطلوا ضرب فيا. جدول الضرب ولا جدول الحصص؟ تن ترارارن تن تن. ده الخليل كوميدي. طبعا انا الفانز بتوعك. شكرا ميرسي. هيسيبوه على عاوي. خليل كوميدي واكل الجو. الجو بيضحك اكتر من الجو. عسل 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 وطحينة. يا جماعه معلش، هو ايه البتاع ده؟ ده الخليل كوميدي مشهور جدا، مش عارف ليه. وايه اللي خلاكوا تختفوا الخليل ده؟ ما هو ده اللي كان موجود في الاوضه. يا جماعه دي قطي انا، قطي ولا قطتي؟ تن ترارارن تن تن. الحمد لله. يا جماعه في مصيبه كبيره، الراجل ده عارف شكلنا، لو سيبناه هيبلغ عننا، لو قعدناه هيشلنا ويطلع عين اهلنا. لا لا ده احنا هنسهر للصبح، ده هيضحكنا هيضحك. انا ممكن اضحكوا اقول لكم فوازير. يلا. او ممكن اقول لك فزوره حلوه صغيره. ها عارف ان حلتها خدت وزتها. حبيبي قولي ليه الدكتور بيدي للمريض بينج؟ تخيل معايا ليه؟ ليه خلو؟ عشان الدكتور ما عندوش بينج بونج، بينج بونج وبلياردو. تن 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 تن. مش قادر. عسل عسل. اقول لك نكته حلوه كمان. بصي، مره واحد اشترى قلمين، واحد يكتب بي والتاني يكتب سي. تن تن تن. اضحك بقى. اي خليل. اي قلبي قلبي. اي ليه قتلنا الخليل؟ علشان دمه تقيل. تترارارا تتت كده. قتلته البسمة، قتلته الضحك، أنا بحبه جدا. بس بقى متقلقوش متقلقوش، أنا هكلم حد دلوقتي يخلصني من جثته. إيه ده؟ الموبايل فين؟ تليفونك وقع منك في الشارع يا هلهطة، وفي راجل قال إنه هيجيبهولي، ما تقلقش. شارع إيه؟ أنا نسيت التليفون في الأوتيل. إيه؟ أمال مين الراجل ده وقال لي كده ليه؟ خرب بيتك، دول أكيد البوليس. نهار أسود بوليس. أنت قلت له هيقابلك فين؟ قلت لهم العنوان وزمانهم جايين على هنا. طب يلا نهرب بسرعة. لا يلا. لا نهرب ايه يا جماعه؟ مش هسيب الخليل كوميدي. حبيتيه صح؟ حبيته قوي. ايوه شفته بيضحك والله. يلا خلوني معاه. خلوني. يلا بسرعه. خرابي انت على وشي. اجري. لو حد سألك ها قولي له ان خالتي ماشي. من عينيا يا روحي. لا بالراحه عليا. ايه دي والنبي، هو هاني ما وصلكيش عليا ولا ايه؟ ها بالراحه عليا، ده انا متلصق. اتفضلي اتفضلي. حاضر كده. اتفضلي. يخرب بيتك يا هاني. خشي خشي. طلعيلنا البريلو وحمريلنا الناجتس ماشي. انت واضح عليك ان انت شقي قوي. لا ده في همبرجر لسه، انا هبهدلك. يا لهوي مين ده؟ والمصحف ما عارف مين ده؟ بقول لك ايه؟ انتوا كام واحد بقى يا اخويا على كده؟ عرفني اهو الاول. يا ست انا لوحدي بس، انا ده جثه وانا اللي قدامك، انا ما عرفتش مين ده. لا لا يا عيني، هاني ما اتفقش معايا على كده خالص. ولا اتفق معايا على كده انا كمان. افتح لي بقى الجروب يا اخويا. مين؟ بوليس. يا نهار اسود. يا نهار اسود. اختفي هنا اختفي هنا. بوليس. حاضر حاضر. بقول لك بوليس. ايوه افتح، انت مش مصدقني. ماشي يا باشا مصدق. بوليس. ماشي يا فندم، اهلا وسهلا. افتح. معلش يا فندم بس بغير، بس انا اسف مش هينفع. انا بوليس اشوف كل الغيارات يا فندم. معلش بس مش هينفع بغير. فين نيلي وشريهان؟ مين نيلي وشريهان دول؟ بتوع الفوازير؟ ما تتفرجش على فوازير؟ لا يا فندم معرفش. طب فين هاني وسيف؟ ايه الاسامي ده؟ انا شريف يا فندم، معرفش مين دول. افتح بقى ما تتعبناش. مع سعادتك اذن نيابه بس بعد اذنك. انت باين عليك متعلم وهترغي كتير. هتتعبنا. ايوه اتفضل. انت
مني ومطعم يا فندم. حبيبي اطلب سندوتشات وجبات اللي انت عايزه. حبيبي اتفضل ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا. ايه ده؟ مين ده؟ ومين دي؟ حضرتك ده والله العظيم ما اعرفه. دي انا لسه هموت واتعرف عليها بس حضرتك ما اديتلهاش فرصه. اه دي اللي انت سايبني بقى واقف على الباب وقاعد تغير علشانها. انا ما لحقتش يا فندم احنا واقفين بقدومنا اهو. ايه ده؟ ده الخليل كوميدي. طب اتفضلوا معايا. طب بعد اذنك هتفضل معاك بس ممكن اطلع على بس ربع ساعه وانزل لك على طول. ربع ساعه؟ يا فندم حضرتك فهمت غلط. ده بس هو السلم اللي طويل. انا هطلع ابص وانزل على طول بس بعد اذنك انا تعبان. اخس عليك ده انا كنت هاخدك مثل اعلى ليا. طب عشان السلم ده انا هسيب لك ده واخد دي. لا يا فندم ماليش في الكوميدي والله العظيم. تسيب لي ده ليه؟ اي اي انا خله في الملافله تن ترارارن تن تن. ممكن كفايه شرب بقى وطلبات عشان معناش فلوس. لو طلبنا سكر مش هندفع. اطلبوا يا جماعه اللي انتوا عايزينه. فيها عم سيف نبقى نجري ما فيهاش حاجه. ملك يا نيلي ما خلاص خلصنا. انا عمري ما هسامحك يا شيرين حتى لو لقينا الفلوس وكل ده اتمسح من حياتنا. I will never forgive you. ليه تخليني شكلي كده زي المقشطين من الشارع؟ مقشطين ايه بس؟ قسما بالله شكلك بالعبايه السمراء سكسي بكتير عن شكلك العادي. والله شكلك يلوح المول كده. ده انا خايفه الواد هاني يبص لك. حلو تيدي شكلها بتبيع دره. بسم الله عليك يا عم هاري بوتر. اقسم بالله يا ست الكل انت لو فتحتي البلوتوث دلوقتي هتلاقي الشغل كده. اخرس انت يا هاني خالص. انت السبب في كل اللي احنا فيه ده. رايح تجيب لنفسك بدله وسيجار ب 800 جنيه واحنا التلاته جايب لنا لبس ب 100 جنيه. على فكره البدله دي ب 50 جنيه. الراجل قال لي السيجار عليه عرض ب 750 فما قدرتش اقاوم العرض. انت تعرف تشربه اصلا؟ اشربه ايه هو مش استحلاب؟ بس بقى يا هاني بس عشان مستقبلنا ضاع. وشريف زمانه اتحبس. والمجله مع عم دهب. بقول لكم ايه؟ ما تيجي نسلم نفسنا. نسلم نفسنا ازاي يعني؟ هو هنتحبس وكمان مش هناخد الفلوس. بقولك ايه؟ احنا نطلع على عم دهب في مكتبه وناخد المجلة. يا سلام. وعم دهب ده هيدينا المجلة بالسهل. يا بنت عم دهب ده لو شافنا هيودينا للبوليس على طول. اصلا كل المصايب اللي بتحصل لنا دي بسبب عم دهب. عصابة النجوم كما اطلق عليها في الشارع المصري. نيلي وشريهان واتباعهم. اتباعهم؟ هما ما قالوش اسامينا ليه واحنا مش قد المقام؟ هو ايه الصوره اللي حاطينها لي دي؟ انا عندي صور احلى من كده بكتير. صوره تقرف الكلب. صدقي بقى لو كانوا حطوا صورتك بالعبايه كانت تبهرك كده تبهرك. شيرين انت بتتكلمي كده ليه؟ مش عارفه هو انا لما البس العبايه غصب عني بتكلم كده وتلاقيني بعمل كده. اوكي. من اخطر واعتى المجرمون وتبحث عنهم الشرطه بدراوه. وضعت مكافاه لكل من يعثر عليهم أو يدلي بمعلومة عنهم وقدرها 50,000 جنيها مصريا. ايه ده بدوبي؟ الخمسين حلوة؟ لا لا يا جماعة في ايه؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ أنا لا يمكن أبلغ عنكم أبدا. تبلغ عنكم؟ يبقى أنت حاطط في دماغك اللي أنت تبلغ. لا لا انتوا اللي دماغكم قذرة على فكرة. هو 50,000 علينا كلنا ولا على الراس الواحدة 50,000؟ شفتوا؟ مجرد سؤال على فكرة. خلونا دلوقتي نشوف بعض اللقاءات الحصرية مع ضحايا المجرمين. لا أنا نجيت من الموت بأعجوبة بأعجوبة بجد. والبنات دول أول ما اتكلمت معاهم عرفت إن فيهم حاجة مش طبيعية بجد. وأنا أحب أولا أشكر جمهوري العزيز طبعا بيطمن عليا. وأحب أوصل رسالة للبنات دول. أنتوا عايزين إيه من الفنانين؟ عايزين مننا إيه؟ عشان إحنا الحيطة المايلة يعني؟ عايزين نبطل نغني؟ عايزين نبطل نمثل؟ مش هنبطل نغني. مش هنبطل نمثل. لا مهما خوفتونا ومهما ارهبتونا مش هتكتموا صوتنا. ها ايه الاوفر ده؟ طب عليا الطلاق لاخطفها. انا هقول لكم على اللي حصل بالظبط. انا شفت الموت بعينيا. كنت داخل الاوضه فجاه اغمى عليا. فجاه رحت لقيت العصابه. العصابه الخطيره. خطيره ولا فطيره؟ تن 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 تن. ومعانا دلوقتي لقاء مع والد احد افراد العصابه من داخل المحبسه. وكمان بابي؟ أنا من خلال برنامجكم بناشد بنتي. بنتي نيلي. والله وحشتيني قوي يا نيلي. لا بجد ريلي وحشتيني قوي يا نيلي. عايز أقول لك حاجة يا نيلي. سامحيني يا بنتي. بس واضح إن الميول العدوانية تجاه الفنانين عندك من زمان قوي ومتأصلة. أفكرك؟ لا لا اسمحي لي أفكرك. نيلي من فضلك ما تقاطعنيش.
فاكره في حفله عيد ميلادك لما جبت لك الاستاذ سمير اسكندراني وولعتي له في الدوغلاس؟ ينفع وبيغني اغنيته الجميله يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دوا؟ يا جماعه بابي فاهم غلط، انا ما عملتش كده، هو الراجل كان بيطفي معايا الشمع فلما وطى كده النار مسكت فيه. ايوه اكيد كان بيغني يا نخلتين في العلالي يا بلحهم، قام اتحرق وابو لي بلحهم. معرفش، مش فاكره انهي اغنيه بالظبط. نيلي يا بنتي، الهرب لا يفيد، وانا احسن مثال قدامك. حاولت الهرب كتير وفي الاخر ما تقفش. نيلي، الجريمه لا تفيد. وحشتيني. يا جماعه يلا نمشي من هنا بسرعه، الناس ابتدت تشوفنا وتشك فينا. هنروح فين؟ ما كل حته هنروح هتبقى متراقبه. بالظبط، وما تنسوش ان الناس دلوقتي بقت عارفه شكلنا، يعني اي حد هيشوفنا هيسلمنا على طول. دول 50,000 جنيه. انت مثبت ليه في ال 50,000 جنيه يعني؟ النفس ضعيفه قوي. طب بقول لكم ايه، نروح عند عم بندق. ما اكيد عم بندق ده كمان متراقب. هنشوف، يلا بينا. يلا يلا. اعملي اداء يا نيلي. بتشي يا صح، شفتي البدله الجينز اللي فيها جليتر دي؟ هموت واجيبها. لا يا حبيبتي، انا عجباني العبايه السمراء بالاسترس دي. اخواتك دول يا حماده كده، اوعى تصدق اللي بيتقال عليهم. والذبيده حلوه، والذبيده حلوه. هي فين الكيدز اريا؟ حالا هوديك الكيدز اريا دلوقتي. ودي يا خناجة، كلمينا الديلا عشان نسكور. ماشي، هجيب لكم بودو بقى. هو في ايه؟ من امبارح مش عارفين تعلقوه، امال انا هحقق معاه امتى؟ بعد اذنك يا فندم، طالما حضرتك مش عارف تعلقني، ما نقضي الحقيقة كده احنا على الارض كده مفيش حاجه. ما انا بقول لك، فين العيال اصحابك؟ انت اللي مش عايز تقول. انا ما اعرفش حاجه يا فندم، ما اعرفش عنهم اي حاجه. عايز نصدقك؟ طب علقوه. لا استنى 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 يا فندم، انا ما اعرفش غير سيف يا فندم. سيف هو اللي جاب لي الناس دي، وهاني اللي جاب لي البنت. حضرتك فاكر البنت؟ ها؟ بغض النظر، حضرتك شكلك مش مصدقني يا فندم ولا ايه؟ لا مش مصدقك. طب يا فندم عرفت علقني بقى؟ ابقى علقني وريني بقى. اه علقك، علقوه يا باشا. ده تقيل قوي يا باشا، ده من امبارح عايزين نعلقه مش عارفين نعلقه يا باشا. طب عاجبك المحمضه دي يا فندم؟ عاجبك المحمضه دي؟ الناس تعبت قوي معانا والله. ارجوك يا فندم ريحني. طيب خلاص اضربوه هو على الارض. بسم الله ما شاء الله، نزل بقى. بسم الله ما شاء الله، فكره حلوه جدا. الله ينور يا فندم، انا بس هديك ظهري، انا اسف. ها حبيبي براحتك، انت مش غريب. اتفضل اتفضل. بالراحه يا رجاله. ها لطيف قوي الولد ده. سيف بص كده كويس، في حد شايفنا ولا حاجة؟ مفيش أي حد. طب يلا بينا يا جماعة، ننزل نسترسف في الاستخبص كده من غير ما حد يحس بينا. يلا شوشو. يلا بينا. ماشي جاي معاكم. اه طب دي مش هتقوم، يلا بينا احنا يا جماعة. طيب خلاص يا شرهين، خليكي هنا، ولو شفتي أي حد ولا بوليس ولا كده كلمينا على طول. مش اوكي شرهين، ما تناميش، هنروح في داهية كده. مش عيب عليكي وأنا حمادة. يلا بينا. يلا يلا بسرعة قبل العربية دي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، اتفضل.